كأن كل طيور العالم موعودة بعمان، أينما اتجهت وكيفما سارت لابد لها أن تحط في هذه الأرض، كأن حنينا غامضا يجذبها إلى شواطئ عمان وخليانها الساحرة، أو نداء خفيا ينبعث من جبالها ووديانها وصحاريها يهتف بأسراب الطيور المهاجرة المتباينة الأحجام والأشكال للهبوط والتوقف فيها. أكثر من 400 نوع من الطيور القادمة من مختلف أصقاع العالم تجد في أرض عمان ملاذا آمنا ومكانا دافئا لتستظل بأشجارها وتقتات من ثمارها وتشرب من مائها قبل أن تعاود استكمال رحلتها السنوية من مناطق تكاثرها في أوروبا وآسيا وإلى مناطق قضائها فصل الشتاء في شرق ووسط إفريقيا. طبعا الطيور في سلطنة عمان لها أهمية كبيرة، ويوجد لدينا 530 نوع من الطيور اللي تم رصدها في سلطنة عمان. 80% من هذه الطيور طيور مهاجرة تتوزع في مواسم مختلفة في السلطنة وتزورها حسب متطلبات الهجرة. عندنا مجموعة كبيرة من أنواع الطيور المهاجرة، منها عندنا طائر الغاق السقطري، وعندنا مجموعة كبيرة من الطيور الخواضة مثل الزقزاق الرملي والكبير والصغير، ومجموعة كبيرة من الغربان وطيور بمسميات مثل البوقيقة وغيرها من أنواع الطيور المختلفة. محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى تعد أهم المواقع التي تقصدها الطيور المهاجرة أسرابا وفرادا، فعلى رمالها البيضاء وامتداد شواطئها البكر يستجم أكثر من نصف مليون طائر خلال فصل الشتاء حسب مسوحات هيئة البيئة. بالنسبة لتوطين الطيور في دراسات تجرى حاليا لعمل دراسات مستفيضة في هذا الجانب، ولكن الإشكالية لدينا أنه هناك سلسلة غذائية ويجب تدارسها بحيث أنه لا يكون في خلل في النظام البيئي في حال تم زيادة نوع من الطيور على حساب نوع آخر. ويعد شهر إبريل شهر رحلات الهجرة الرئيسية التي تقطع فيه النوارس والخرشنة والوقواق وغيرها 10,000 كيلومتر تجاه الشمال قاطعة الصحاري والغابات والمحيطات ليل نهار، تتخللها استراحات حول مصادر المياه حيث المأكل والمشرب في الأخوار وسفوح الجبال. ولأن عمان تعتبر فردوسا للطيور، فإن لسان حال هذه الأسراب المهاجرة يقول لابد من عمان وإن طال السفر. لبرنامج من عمان، محمد بن سالم الغفيلي.